تحية طيبة لكل مشاهدي شاشة قناة سودانية 24 على امتداد البث. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوت الأرض. هذه الحلقة التي نخصصها لمحصول القمح، السلعة الاستراتيجية المهمة. أهلا بكم. عرفت زراعة القمح في السودان منذ 3000 سنة، وكان يزرع في المنطقة شمال خط 17 شمالا، وبعد استنباط أصناف لها القدرة على التأقلم على درجات الحرارة العالية امتد زراعته جنوبا إلى السهل الطيني حتى خط عرض 13 شمالا. ولقصر موسم الشتاء في السودان وارتفاع درجات الحرارة يتحتم على المنتج الاهتمام والحرص على تطبيق الحزم التقنية تطبيقا كاملا للحد من آثار الإجهاد الحراري لزيادة الإنتاج. وتتمثل هذه الحزم في التنفيذ والتقيد بعدم زراعة محصول القمح عقب أي محصول نجيلي، واتباع الأصناف الموصى بها من هيئة البحوث الزراعية، والحرص على التقاوي المحسنة التي تعطي إنتاجية أكثر، والاهتمام بتحضير الأرض وفقا للتمهيد العلمي. ويفضل زراعة محصول القمح خلال الأسبوع الثاني والثالث من نوفمبر للأصناف متأخرة النضج، أما الأصناف مبكرة النضج فيمكن زراعتها في الفترة من الأسبوع الثالث من نوفمبر وحتى الأسبوع الأول من ديسمبر. يسمد القمح بالسوبر فوسفات الثلاثي والثنائي على أن يوضع السماد داخل التربة مع الزراعة، ويوصى بإضافة الأسمدة العضوية لأراضي التروس العليا والتأسيس الجيد للمحصول وضرورة الاهتمام بنظام الري دون إغراق. ويروى المحصول كل 12 إلى 14 يوما قبل طرد السنابل وكل 10 أيام بعد ظهور السنابل. عموما يحتاج محصول القمح إلى 8 إلى 9 ريات خلال الموسم، وهنالك عدد من الآفات التي تصيب القمح، فيتم التوصية بزراعة الأصناف التي تقاومها. ويكون القمح جاهزا للحصاد عندما تجف النباتات، ويكون من السهل كسر الساق وفصل البذور عن السنابل، وأي تأخير عن الحصاد يؤدي لفقد كبير في الإنتاجية. بعض المنتجين يزرعون محصول القمح بهدف إنتاج التقاوي، وفي هذه الحالة يجب التأكد من مصادر التقاوي. وفي ظل اتجاه السودان نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة القمح الاستراتيجية، تواثق الشراكات داخلية وخارجية لزيادة المساحات الزراعية وزيادة الإنتاج. ويبلغ إنتاج السودان من القمح نحو 600,000 طن، وتتجه الدولة بكلياتها مع الشراكات الزراعية الاستراتيجية إلى سد الفجوة في إنتاج القمح وتمزيق فاتورة الاستيراد عبر البرنامج القومي لإنتاج القمح وبرنامج بحوث القمح. ويتم التخطيط لإنتاج أكثر من 2,000,000 طن في العام 2019 بزيادة المساحات المزروعة وتوطين التقنيات الحديثة ومضاعفة الإنتاج وتحفيز المنتجين وصغار المزارعين وزيادة مواعين التخزين وتهيئتها وفقا للاشتراطات العلمية وربط الإنتاج بالتصنيع. جهودنا في برنامج مشروع توطين القمح تتمثل في التنسيق بين كل الولايات التي يتم زراعة القمح فيها، وتشمل مشروع الجزيرة كما أحد المشاريع الكبرى، وهيئة حلف الجريدة الزراعية، وولاية نهر النيل، الولاية الشمالية، ولاية النيل الأبيض، وإضافة كل من ولاية سنار وشمال كردفان حاليا. يتم التنسيق بين هذه الولايات لوضع خطة كبيرة جدا لمحاولة الاكتفاء الذاتي من القمح في على فترات، على أن يكتمل هذا البرنامج في الموسم 2021 إن شاء الله. لا شك أنه يعني أهم المشاريع هو مشروع الجزيرة الذي يقوم بزراعة حوالي 40% إلى 45% من المساحة الكلية للقمح في السودان، تليه الولاية الشمالية، ثم هيئة حلف الجديدة الزراعية، ثم ولاية النيل الأبيض ونهر النيل، وكل من سنار وشمال كردفان. فهذه المشاريع التي تقوم بزراعة القمح ونعتمد عليها اعتمادا كليا، وفي إن شاء الله في الأعوام القادمة سيتم إدخال شمال دارفور أيضا من ضمن المساحات
بعد دراسات معينة يقوم بها الإصطاف العامل في المشروع القومي لإنتاج القمح. إذا أخذنا المساحات الكلية التي يمكن الاستفادة منها لزراعة القمح فيمكن الوصول إلى مساحة 1,500,000 فدان بسهولة جدا، وذلك عبر الاستفادة من التروس العليا بكل من ولاية نهر النيل والولاية الشمالية وشمال كردفان والمقترح لشمال دارفور. توجد موارد كبيرة جدا جدا في التروس العليا يمكن الاستفادة منها، خاصة إذا علمنا أن الإنتاج في مناطق التروس العليا يصل ما بين 2 طن إلى 3 طن للفدان، ويمكن أن يكون نوال الاكتفاء الذاتي إن شاء الله إذا توفرت الإرادة إن شاء الله وتم التمويل عبر كل البرامج والاستهداف الحديث إن شاء الله عبر نظم الري الحديثة، خاصة نظام الري بالمحور. وقد وضح لنا ذلك جليا من خلال التجارب التي قام بها شركة الراجحي وشركة ناديك وبعض الاستثمارات الوطنية التي وصلت إلى إنتاجية عالية ما بين 2 طن إلى 3 طن للفدان. لا شك إحنا يعني كل الدراسات التي نعمل عليها أننا نصل للاكتفاء الذاتي في خلال العامين القادمين، وده بيحتاج للإرادة السياسية القوية جدا ودعم الدولة والوقوف معنا إن شاء الله في هذا البرنامج والعمل على إنتاجية أعلى. يمكن يعني من الجوانب المهمة اللي يعني نحس بأن الإرادة السياسية الآن متوفرة هو تحديد السعر التركيزي للقمح. الآن تم تحديد السعر التركيزي للقمح بمعدل 750 جنيه للجوال أي 7,500 جنيه للطن، وأنا يعني بحس بأنه ده دلالة واضحة على اهتمام الدولة لهذا المحصول وعمل على قراءة واسعة لأن يدخل جميع المزارعين والمستثمرين في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي الهام، والعمل على إن شاء الله الاكتفاء الذاتي من القمح خلال الأعوام القادمة. الإنتاج واضح، يعني ارتفاع الإنتاج ومعدلات الإنتاج خاصة في المشاريع الاستثمارية، وكما ذكرت يعني الراجحي الآن وصل إلى حوالي 3 طن للفدان، نادك وصلت إلى 3 طن للفدان، ولهنالك بعض المستثمرين الوطنيين الذين يقومون بالزراعة خاصة في ولاية نهر النيل والشمالية ووصل بعضهم إلى نفس هذا المعدل. وأنا أعتقد أنه يعني الفرص الآن متاحة لأنه الناس تصل الإنتاجية بهذا المعدل إن شاء الله ما يعادل 3 طن للفدان، ونحن نعشم أنه كل الجهات الاستثمارية أنها تدخل معنا إن شاء الله في إنتاج القمح، بل تحديد حتى المساحات الاستثمارية التي تم توزيعها تحديد مساحة حوالي 30% إلزامي من هذه المساحات لكي تزرع القمح إن شاء الله في المواسم القادمة. محاور الاكتفاء الذاتي للقمح كبيرة جدا، ويمكن من ضمنها الشراكات الاستراتيجية مع الشركات المنتجة وكذلك مع المستثمرين المحليين ومع وجود الدعم الفني والإسناد الفني والمطلوب. والآن الحمد لله هيئة البحوث الزراعية أجازت أكثر من 15 صنف من القمح، هذه الأصناف تتحمل الإجهاد الحراري، وأنا أعتقد أن الإسناد الفني ده هذا إسناد مهم جدا جدا لأنه من خلاله تعمل هيئة البحوث الزراعية على تطوير وإنتاج زراعة القمح. أيضا من الجوانب الأخرى اللي هي اللي تهتم بها الدولة توفير المدخلات، وده بيتطلب يعني توفير المدخلات في وقتها المناسب وتوفير التقاوي المعتمدة. إذا أخذنا جانب المدخلات وأهم مدخل فيها السماد بشقيه سواء كان اليوريا أو الداب، المطلوب توفير هذه الأسمدة في وقتها وفي مكانها المناسب عبر التمويل عبر البنك الزراعي أو الجهات أو الشركات الأخرى المستوردة لها. أيضا هنالك جوانب إدارية مهمة جدا وضمنها برنامج رفع الإنتاجية اللي هو البرنامج الإرشادي لتوعية المزارعين لكيفية الوصول لإنتاجات عالية، وبحمد الله في الموسم الآن الذي انصرم فقد قمنا بعمل برامج رفع الإنتاجية وكانت قد حققت إنتاجية عالية جدا. نأمل أن يحزو جمهور المزارعين هذه الحقول الإضاحية ويعمل كل من حضر هذه الحقول على رفع الإنتاجية من خلال وقوفي مع جيراني من المزارعين الذي تم تنفيذ التجربة معهم. أهمية العمل الزراعي أيضا عبر المزارع واللي هو برنامج إدارة الحقل، وده أفتكر أنه برضو من الأشياء المهمة جدا جدا من قبل المزارعين خاصة في عمليات الحقل واللي بتشمل تقطيع الحواشات وتسوية الحواشات والري في الفترات المناسبة واستعمال المبيدات في الأوقات المناسبة، ودي الجانب المهم جدا جدا اللي بيعمل به المزارع لكي يصل لإنتاجية عالية.
هنالك جوانب مهمة جدا جدا في ترقية إنتاج القمح والمحافظة عليه، وهو أهمية وجود المواعين التخزينية لمحصول القمح، ودي من الأشياء المهمة جدا، لأن احنا نفتقد الآن التخزين بصورة عامة، لكن نأمل أن يقوم خاصة البنك الزراعي بشراء صوامع لتخزين القمح والاستفادة منه كمخزون استراتيجي بإذن الله. مهام الإدارة بتتلخص في التقارير الدورية المتابعة والزيارات الميدانية وتقييم أداء خطة زراعة القمح للموسم. بعد نهاية الموسم الشتوي بتتم تتكون لجنة لإجراء دراسة لتقييم زراعة القمح. في مهام أخرى بتقوم بها الإدارة اللي هي عندها مركز معلومات فيه كل الأنشطة بيستفيدوا منه الباحثين وطلاب الدراسات العليا لأنشطة المشروع. إضافة لكده باعتبار أن القمح حسب آخر تقارير جاتنا الأسبوع الفاتت يمكن 99% من المساحة المزروعة لهذا الموسم والبالغ 476 ألف فدان تم حصاد 99% منها. كانت الإنتاجية بتتراوح بحدود 10 جوالات أو 1 طن للفدان. كان في تدني في المساحة السنة دي لأسباب كثيرة جدا، منها يمكن السبب الأساسي هي الارتفاع تكلفة إنتاج القمح مقارنة مع السعر اللي كان معلن في بداية نوفمبر وكان 450 جنيه، ده دفع كثير من المزارعين للاتجاه لزراعة محاصيل أخرى بديلة اللي هي بتديهم عائد مجزي. لكن الحمد لله بعد ذاك طلع قرار بزيادة بالشراء بسعر 750 جنيه للجوال، ونتوقع إنه إن شاء الله الأسعار تزيد لأن التكلفة زادت حسب ما هو موجود في السوق. طبعا الدولة هي ذاتها المشكلة الأساسية يمكن بتنحصر في حاجتين، هي تدني الإنتاجية وارتفاع تكلفة الإنتاج. فيبقى لو تعالجت واحدة من المشكلتين دي سواء بتدني الإنتاجية اللي هي بتتراوح بحدود 10 جوالات مقارنة مع تكلفة يمكن تكون أكثر من 8-9 جوالات، يعني حد التساوي في حدود 8-9 جوالات للفدان، يعني في النهاية المزارع ما حيلقى أكثر من جوال أو جوالين. مراد بالإدارة أو الشركات التي تود أن تعمل في مجال التقاوي أن تكون لها طلب مقدم من الإدارة، وقبل الطلب ده لابد الشركة أو اسم العمل الذي يراد أن ينتج تقاوي لابد يكون مسجل في الإدارة، وهذه التسجيل يكون له ضوابط للإدارة حتى يحمل ملف ورقم من الإدارة. هذا الرقم اللي هو رقم مناط به اللي هو يخص الشركة أو حصريا عليها. لو بدينا في عملية التفتيش اللي هو بعد تقديم الطلب بتأكد من الشركة أنها مسجلة، هذا الطلب يحوي معلومات عن المحصول تقاوي المحصول المراد زراعته. الطلب يحتوي على المحصول والصنف والرقم اللوت، وهذا الرقم أصلا بتعطيه الإدارة في التفاتيش السابقة أو بما يقال أنه هو المصدر بالنسبة للشركة، أي لأنه أهم شيء بالنسبة للمفتش لابد يتأكد من المصدر بالنسبة له البذرة اللي هو المراد زراعتها. ده سبب الأساسي. الشيء الثاني، المفتش بقوم بعملية التفتيش أولا، لابد يعمل معاينة للأرض ذاته يتأكد أنها هي الأرض أصلا زرعت بمحصول هذا الذي زرع هذا العام، شرطا لا يكون قد زرعت بصنف آخر غير الصنف الذي زرعت به هذا العام. ده شيء. الشيء الثاني، يتأكد أنه هي هذا الصنف المزروع هو نفس المصدر الذي المكتوب لديه في الطلب، وهو نفس الصنف المزروع والمؤكد بالنسبة له في كمصدر. ده شيء.
تجرى عملية بعد يتأكد من هذه المعلومات، يتأكد من المصادر، المصدر يتأكد منه من العملية بتاعت الشوالات الفارغة لأنه مكتوب عليها رقم اللوت وبرضه يكون عليها اسم الشركة المنتجة يتأكد. أسهم مشروع القمح في الارتقاء بالمحصول من حيث التدريب وتوفير المعلومات. نتابع معا. بنقوم بدراسات اقتصادية فنية ودراسات دراسات جدوى اقتصادية فنية، وبنقوم بدراسات اجتماعية، ودي مهام القسم. ومن أهم يعني من أهميات القسم بأنه بنقدم الدراسات دي عشان يكون الندي متخذ القرار بإنجازات القمح في الولايات كلها، اللي هي بنشتغل في ولايات الشمالية ونهر النيل والنيل الأبيض وولاية الجزيرة وقليل في سنار. فبندي متخذ القرار عن المساحات، عن الإنتاج والإنتاجية، وبكده بيكون ملم عن المساحات وكل الحاجات عن المشروع القمح في الولايات دي. بعد ذلك برضو بنشوف المشاكل اللي بتواجه المزارعين في الحتات في الولايات دي، برضو بنرفع لمتخذي القرار، يعني المعلومات تكون جاهزة بالنسبة لهم، ونشوف عشان نشوف إمكانية الحلول المناسبة. شراكات استراتيجية لتأمين الغذاء وزيادة الإنتاج في محصول القمح لتقليل حصة الاستيراد والاتجاه نحو الاكتفاء. نحن كإدارة في مشروع الغام لإنتاج القمح الحمد لله وإزالي بكل الوحدات والإدارات المختلفة، نقوم بإعداد التدريب والدراسات ثم تأهيل المشاريع وإعداد الدراسات لهذه المشاريع وإزالة العقوبات لها. وأهم حاجة عندنا تدريب المزارع والمفتش الزراعي في الولاية ليحدد لنا مدى الإنتاجية ومدى توفر الإمكانيات المبذولة لإنتاج موسم زراعي جيد. من هنا ومن خلال المشاريع الرائدة نحمد الله حمدا كثيرا مباركا بإننا نكتفي ذاتيا في القمح، وكذلك تتمتع الدولة بكميات وفيرة من الخبز. وهم هدف من خلاله جاءت فكرة المشروع الغام لإنتاج القمح هو اكتفاء الذاتي من القمح. ونحن كوحدة مركزية في المشروع الغام لإنتاج القمح والخرطوم نقوم بدعم الولايات في المشاريع المختلفة الثلاثة الشمالية ونهر النيل والجزيرة. نحن كمفتشين زراعيين في الولايات الشمالية بعد انتهاء فترة الصيف وابتداء الموسم الشتوي عندنا غرفة العمليات لإعداد المزارع والتقاوي وتأهيله تأهيلا جيدا للموسم الزراعي، وذلك من حيث البنيات التحتية للمزارع من التقاوي، ثانيا من إعداد الأرض وحرثها، ثالثا من الكشف عن عمليات غنوات الري، وكذلك نزيل كل المعوقات التي تؤثر على الإنتاجية الموسم والتوسع الأفقي، لأن الهدف الأساسي فيها كما أسلفت من زيادة إنتاج القمح التوسع الأفقي والرأسي المساحات في إنتاج القمح. أسهمت البحوث العلمية والحزم التقنية والدراسات في تعزيز إنتاجيات القمح والتي ترتكز على التقاوي المحسنة والإرشاد الزراعي. بالنسبة لإنتاج محصول القمح تعتبر التقاوي المعتمدة المدخل الرئيسي في الإنتاج، لأنها بتمثل المحرك الأساسي للإنتاج. إذا توفرت كل المدخلات الأخرى وكانت التقاوي غير جيدة وغير معتمدة، بالتالي بيكون ضعف الإنتاج 80% أو 90% من التأثير من المدخلات الأخرى. بالنسبة لاعتماد التقاوي، بيتم اعتماد التقاوي للشركات المنتجة والمنتجين المسجلين لدى إدارة التقاوي،
واللي هي دورها الرئيسي مراقبة وتفتيش واعتماد التقاوي وإجراء التفتيش الحقلي لحقول المنتجين والشركات المنتجة. بالنسبة للإنتاج لهذا الموسم تم حصر كل الكميات المحتمدة من التقاوي في ولايات السودان. بالنسبة للولاية الشمالية تم احتماد 2555 فدان، دي المساحة المجازة من التقاوي المحتمدة في الولاية الشمالية. بالنسبة لولاية نهر النيل تم احتماد 2335 فدان. بالنسبة لسنار تم احتماد 85 فدان. بالنسبة لهيئة حلفة الزراعية والقربة تم احتماد 1155 فدان. بالنسبة لولاية النيل الأبيض المساحة المحتمدة والمجازة حوالي 16,000 فدان. بالنسبة لولاية الجزيرة تم احتماد 12,124 فدان. جملة المساحات المحتمدة من التقاوي القمح لهذا الموسم حوالي 34,410 فدان. المساحة دي تقدير الإنتاج أو الإنتاج المتوقع عليها حوالي 50,232 طن. هكذا تكاملت هذه الحلقة من برنامجكم صوت الأرض والتي خصصناها لمحصول القمح كسلعة استراتيجية مهمة. تحياتي وتحيات الفريق العامل، دمتم في أمان الله.